وقفتنا اليوم أحباب الكرام مع آية من آيات الله عز وجل. هذه الآية من يأخذ بها ويعمل بها سيجد أنه يحصد أجرا عظيما. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا خير في كثير من نجواهم، ثم استثنى أناس. طبعا لا خير في كثير من نجواهم، طبعا اللي هو كلام الناس، لكن الله عز وجل استثنى أناس. ماذا يفعلون هؤلاء الذين استثناهم الله؟ استثنى أناس منهم وقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تأملوها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصدقة والصلاة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فالإصلاح بين الناس أحباب الكرام له أجر عظيم من الله عز وجل، وما أحوجنا اليوم في شهر رمضان أن نصلح بين الناس. كم من أناس اليوم يا جماعة تخاصموا، وكم من أناس تقاطعوا، وكم من أقارب وصلة رحم لا يعرفون بعض، وإلى الله المشتكى. من أعظم الأسباب وإلى الله المشتكى التي جعلت الناس اليوم يتخاصمون ويتفاجرون ويكون بينهم قطيعة للرحم، هو أن كل واحد منهم قد اغتر بهذه الحياة ويظن أنه لن يموت ولن يودع هذه الحياة، ويقول: أنا جيبه اللي ينفعني. وهذا والله إنه على خطأ. وكل من تخاصم ولا يزال متخاصم في هذه الحياة عمله لا يرفع إلى الله عز وجل. هناك رجل يا جماعة بينه وبين أخاه شحناء وبغضاء وقطيعة، ذهبوا أهل الخير والإصلاح وقالوا: أخوك في العناية المركزة. ذكروه بالله عز وجل ويقولون: أخاك في العناية المركزة، لعلك تسامحه ويسامحك وتفتحون صفحة جديدة ولعلكم تتوبون. قال: والله ما أذهب إليه، أخوه يا جماعة في العناية المركزة وبينهم قطيعة رحم سنوات كثيرة. قال: والله ما أذهب إليه. ثلاثة أيام أو أربعة فإذا بهذا الذي في العناية المركزة يتوفاه الله عز وجل. أخوه شوفوا إيش سوى. اليوم الثاني يا جماعة جاي عند القبر يصيح ويبكي. أحد كبار السن اللي جاه وقال له: أصلح مع أخوك وتوبوا إلى الله. أخذ الله يكرمكم التراب اللي عند القبر ثم حثاه في وجهه ثم قال: سود الله وجهك. أمس نقول لك روح لأخوك وتصالح أنت وإياه، تقول: لا والله. لذلك يا جماعة لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كلام الناس إلا أمور ذكر منها إصلاح بين الناس. متى نصلح بين الناس؟ أريد أن أذكر الذين تقاطعوا في هذه الحياة أن عملك الصالح لا يرفع، كل عمل فعلته لا يرفع لله عز وجل، معلق. ما أجمل أحباب الكرام أن نقف مع هذه الآية مع رمضان ومع شهر رمضان ونصلح بين الناس ونذكرهم بالله لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله. جزاكم الله خير وصلى الله على محمد. هذه وقفات يسيرة، ولعل الله عز وجل أن يفتح على قلوب من يشاهد ويصلح بين الناس ويفتح صفحة جديدة. أذكركم يا جماعة بجمعية تحفيظ القرآن بثلث المنظر، يعلم الله لولا حاجتهم لما تكلمت عنهم وعن مشاريعهم، ادعموهم واتصلوا عليهم.